الله أكبر. السفيرة بريف حلب استهداف المدرسة من قبل عصابات بشار الأسد، ويسكنها نازحون. الله أكبر. بس دقيقة، لا أخذ هيك صورة. بس دقيقة، هذه فوت جوا، خلوه كله جوا عمي، خليه يجي جوا. يا أخي الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة. هو شلون كم عيلة هون؟ أنا معي كيد. طيب عشان تعرفوا البيت كله. في الله ونعم الوكيل. الحمد لله على السلامة يا شباب. السفيرة بريف حلب استهداف المدرسة من قبل عصابات الأسد، ويسكن في هذه المدرسة نازحون. الله أكبر.